السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم اليوم طريقة تحضير الحرشة بدون حليب بدون بيض. نحتاج إلى 500 غرام من السميد الرقيق، القليل من الملح، ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، كيس من سكر الفانيلا، ملعقتان كبيرتان من السكر حسب الذوق، كيس من خميرة الحلوى، ماء دافئ، نصف كأس من زيت المائدة. نضع الزيت على السميد. خميرة فورية، خميرة الحلوى، كيس فانيلا، سكر، ثم نخلط العناصر جيدا. نضيف الماء شيئا فشيئا. نستمر على هذا الشكل حتى نحصل على عجين رطب.
نضع البلاستيك الغذائي ونتركها لمدة 15 دقيقة. نضع القليل من الزيت على السميد ثم نحرك. نأخذ القليل من العجين ثم نضع عليه القليل من السميد. ثم نضعها على المقلاة بهذه الطريقة. ثم نستمر بهذا الشكل. ثم نضعها على نار هادئة.